بنتكلم عن الخطة البديلة في حياة العذراء مريم. كلمني عن الاختراق الأول اللي حصل في أحلامها للزفاف والعرس الكبير وسط العيلة، وكلمنا عن الاختراق الثاني اللي حصل لأحلامها لشهر العسل مع جوزها يوسف. هنتكلم دلوقتي عن الاختراق الثالث اللي حصل في حلمها للولادة. البنت وخصوصاً البكرية، عارفين في مجتمعاتنا الشرقية التقليد إنه إما إنها بتولد في بيتها ومامتها تيجي تسكن معاها لغاية ما تربعاً وتشد حيلها كده وتعرف تهتم بالمولود، أو إنها بتروح تولد في بيت مامتها. العذراء مريم البنت اليهودية في مجتمع شرقي كان ده كمان المتوقع إن تمشي قصتها في ولادة ابنها البكري، وخصوصاً إن المولود الأول ده ولد ذكر فاتح رحم، يعني بحسب الشريعة الطفل ده ليه وضعية خاصة مخصصة مكرس للرب بحسب الشريعة، لفرحة فرحتين لما يكون فاتح الرحم ذكر. لكن تيجي الخطة البديلة ويجي أمر الاكتتاب، وكل حد لازم يرجع لبلده يكتتب فيها ويسجل اسمه فيها. ولأن يوسف ما كانش من الناصرة لكن كان أصل جذور أسرته من بيت لحم، كان لازم يسافر للجنوب عشان يسجل اسمه في موضع ميلاد أسرته. حلم إنها تبقى وسط عيلتها في الولادة الأولى، حلم إن الأم تساعدها، حلم إن ستات العيلة كلها تتلف حواليها ويبقى فيه الفرحة بالمولود الأول. الستات بتزغرت، الرجالة برة بيرقصوا الدبكة فرحانين بهذا الذكر فاتح الرحم. كل الأحلام دي تروح وتيجي الخطة البديلة، سفر لبيت لحم عشان المولود ويوسف ومريم وأسرتهم يتسجلوا في الاكتتاب. فجأة تلاقي روحها في خبرة ولادة الأول مرة، مش بس في غربة، مش بس في رحلة سفر بعيد عن أهلها، دي كمان في بيت أهل جوزها. وانتوا عارفين قد ايه الوضع بيبقى حساس لما يبقى معانا رضيع صغير طول الوقت بيبكي بيرضع كل ساعتين سهران طول الليل. لما بنبقى في بيت الحما بيبقى فيه شويه توتر، عايزين البيبي يفضل ساكت بس مش عارفين لانه لازم يصحى طول الليل وياكل، مش عايزين نبقى متقلين على بيت الحما، مش عايزين نبقى تقال على بيت اهل الجوز، ده كتر خيرهم الناس مستضيفينا. لكن ده الوضع اللي مريم العذراء تلاقي نفسها فيه، ام جديده في سفر في بيت اهل الجوز، المفروض انها عروسة اول مرة بتقابلهم، عايزة تسيب انطباع حلو. كل اللي تلاقيه مكانه هي الخطة البديلة، ام متوترة محرجة مش عارفة ازاي تعتني بمولود جديد في نفس الوقت تبقى ضيفة لذيذة خفيفة على اهل الزوج. خطة بديلة لكن مريم تسلم، خطة بديلة لكن يوسف يسلم، والاتنين يخضعوا ان لو دي يا رب ما شئتك لينا هنمشي في مقصدك لينا. حلم الولادة، حلم الخلفة، حلم الأمومة، حلم الأبوة كان عند ناس كتير فينا، لكن للأسف الحلم ده عمره ما تحقق. خطة بديلة اخترقت حياتنا إنه الحلم ده صعب تحقيقه لأسباب مختلفة، وناس ياما حاولت لكن الحلم كمان ما تحققش. ولقينا نفسنا بنتعايش مع الخطة البديلة، أوقات خضعنا، أوقات اتمردنا، بس في كل الأحوال اتجرحنا، وكلام الناس ما ريحناش، وتوقعات المجتمع ما ريحناش، والسؤال طول الوقت ها امتى هنفرح ما ريحناش، بالعكس تعبنا اكتر. والكلمه اللي بتتقال بعد سقط او بعد فقد البيبي، ربنا يعوضكم، كلمه تقيله، كلمه صعبه، يعوض عن ايه؟ هو في حاجه ممكن تعوض عن الفقد ده؟ هو في حاجه ممكن تعوض عن التخلي عن الحلم ده؟ لكن نلاقي نفسنا في وقت من الاوقات مضطرين نتعامل مع واقع جديد، نقبل محدوديتنا في الخطه الاصليه ونتعايش مع الخطة البديلة. لو دي مشاعركم النهاردة، لو ده مصدر ألمكم النهاردة، بشجعكم أنكم تحاولوا تبدلوا مشاعر الأحباط بمشاعر تسليم، أنكم تمشوا ورا العذراء مريم في قرار إرادي واعي خاضع بيسلم للخطة البديلة.